يضرب فيه ما يحبنيش ناكل. عاد نتخيل انا تقعد ميك تقعد ميك يا بابا ولدك محمد ولدي اعطاني تريحه قتلني ضرب ولدك انا ما كلمتش من بكري ما عنديش رابط قتلني. تسمعك ما كلمتش من بكري يا عديدي دريحة انتي سيئة عديدي دريحة سيئة ما انت لا عليك ما بدك انا ما كلمتش من بكري عطني دريحة عطني دريحة سب ليك انو عندي الفلوخ في عربي يضربني عارك. في الفيديو الاول ما كنت شفته فرح بيا مش فيديو الاول في الطرح الاول توا في الطرح الثاني توا تفرجوا فيه بعد تقريبا دقيقتين عاود رجع عليها باش تكملوا تفرجوا في البقيه بابا كالعادة ما حبش خلينا نفطر شكرا زي تراجي المنتقابة تراجي الزبي بخل عينيك يا مادين كم عينيك يا 24-8 هم 15-7 عليك قديش يجي 21 اي 21-3 كما كما فيك هذا قاعد ميك يا زبيك قاعد ميك يخليني ناكل تاكل اي تاكل راسك اي خليني ناكل اي يا عمي روش قاعد ميك قاعد ميك ما شاء الله علي بابا والله يضرب دماغات كاس حين نهوزني والله تخوف عليك قاعد ميك يا بابا ولدك محمد ولدي اي قد البوسه قد البوسه ولدك محمد جايبك للمهم وين تمشي في دارنا وين نحنا في المرشي صاحب سلام ندبر في راسي ندبر في راسي ناكل انا ما قلت اسم البكري يا قاعد يدي دريحه ها قاعد يدي دريحه حول ولا قوه انا ما قلت اسم البكري سامحني سامحني كتو عركه تشوف صبر ليك يا ربي الله ليك تعال ما عادش عندي مخ عليه شبيك يعني زمان ولدي بعدها ما جبت ضربتني عديني دريحه شد بطني دريحة بوطي راسي من الدنيا مني ويا عمالي انا مقتش من الاول يا عزيز باي 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 باي